نروح لمواجهة كبيرة ومهمة تجمع الزمالك بفريق أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر القادم. المدير الفني لفريق أبو سليم هو مدير فني تونسي الكابتن شكري الخطوي، معايا عبر الهاتف الآن نسأله في استعدادات الفريق لهذه المواجهة وتصريحات أدلى بيها كمان نتأكد منها منه. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. أهلا كابتن، تحية ليك وتحية كل المشاهدين وتحية كل الشعب المصري. بالتأكيد مواجهة كبيرة تنتظرك أمام نادي الزمالك يوم 26 نوفمبر القادم إن شاء الله، استعداد فريقك لهذه المواجهة خاصة أن في صفقات جديدة دخلت على الفريق؟ أكيد هي مباراة شقة، تكون المواجهة الأولى في دوري المجموعات مع نادي الزمالك، نادي العريق، نادي صاحب الألقاب. إن شاء الله بقدر نشوفوا نادي بوسليم في أحسن حالاته ومعناتها يقدم كرة باهية وإن شاء الله النتيجة الأكبر يوم المباراة. تعرف نادي بوسليم حديث العهد في كأس الاتحاد الإفريقي، هذه أول مشاركة لعبنا دور تعدينا معناتها سوى الدور الأول ولا الدور الثاني ضد فرق كبرى كما الأولمبيك بيجي صاحب الكأس التونسية ولكن كامبالا سيتي الفريق كان جاهز في روح مجموعة كبيرة اليوم صحيح نحضروا مباراة الزمالك بعد آخر مباراة دوري مع الملعب الليبي وصلنا اثنين هدفين لهدف فدخلنا في تحضيرات زيادة لمباراة الزمالك وإن شاء الله معناتها كما قلت لك الأجنبي تكون نتيجة في صالحه وبهذه المناسبة أمنية إن شاء الله تشوفوا نادي الزمالك ونادي المسلمين في الدورة القادمة طبعا مع احتراماتي لبقية الفرق اللي معنا. قرأت تصريحات لحضرتك عبر صحف مصرية بتقول فيها إنك قادر على الفوز على الزمالك ذهابا إيابا، هل هذه التصريحات صحيحة؟ لا لا ما نجمش نصارح حكاية صعبة كان عمري ما كنت معلش يا فندم لو حضرتك بس انا هستاذن حضرتك لو نرفع الصوت شويه عشان اسمع حضرتك والساده المشاهدين كمان اتفضل. لا لا عمري ما اعطيت التصريح هذا، انا اعطيت حق نادي الزمالك في كل التصريحات، قلت فريق الشام فريق معناتها ما عندوش خبره تاع كاس الاتحاد الافريقي مع انه فريق ممتاز وممتاز جدا في روح المجموعه، ما نجمش نحكم على نتيجه تاع مباريات قبل ما تتلعب، صحيح مباراه باش تكون صعبه صعبه جدا، شفنا الزمالك في المباراه الاخيره مع نادي بيراميد في ثلاث مباريات يكون متاخر ويرجع على نادي بيراميد هذه سيما من سيما الفرق الكبرى، قلت باش نعملوا كل ما في وسعنا مش قدموا هذه بعد نتيجه تقعد عند ربي، عمري ما صرحت اللي متصل على الزمالك وياك هذا المدرب اللي بعقله ما نجمش يعطي تصريح هكايا خاصة يكون المنافس نادي الزمالك. عظيم جدا. المباراة سمعنا ان هي مش سمعنا ده المؤكد ان هي في الجزائر، هل هناك محاولات لنقل المباراة إلى ليبيا ولا هي المباراة خلاص هتكون في الجزائر؟ شوف عن للأمانة ما عندناش ملعب نجم نلعبوا فيه معناتها في منافسة إفريقية، بعد كنا في مباراة ليجا ولا مباراة كابتن سيتي كان ملعب رادس في تونس في ملعب رابس في النجم الساحلي النادي الافريقي والترجي، دونك ما خليناش معناتها ما خليناش الموافقه باش نلعبوا في تونس، فكانت لجا للجزائر وبالتحديد مدينه العنابه ومش نستقبلوا فيها المنافسين تاعنا ان شاء الله. هل نادي الزمالك عرض عليكم ان المباراه تقام في مصر؟ لا لا لم يعرض علينا نادي الزمالك باش تقام المباراه في مصر. فندم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وإن شاء الله تبقى مباراة جيدة وبإذن الله يعني بالتأكيد بطبيعة الحال نتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيها. كابتن شكري الخطوي التونسي المدرب التونسي لفريق واحد من الفرق الحديثة العهد في القارة الأفريقية فريق أبو سليم الليبي. طيب